تتويج كونسكراسيون تاع عبد كامل يظل ما سرقنا حتى شيء. اونيتي لا وقت اللي الادفيرسير نتاعنا ما ربحوش نقاط، احنا ربحنا نقاط مستحقه عن جداره. واللي يقولوا شامبيون ضعيفه اليوم نلقاو في الجورني قبل الاخرى اربع فرق تلعب ولا ثلاثه فرق خلينا تلعب على التيتر، وهذا مش ديما يصير في الشامبيون تاع تونس. نحب نشكر الاولاد الكل، الاطار الفني، الاطار الطبي، الجمهور نتاعنا، الحمد لله ربي وفقنا. ايتاب مهمة جدا في تاريخ النجم الرياضي الساحلي بعد الصعوبات، لانه كانت نجم تتبدل المعطيات، لكن الحمد لله كنا رجال وربي وفقنا الحمد لله. ما خسروش الاولاد الكل كما قلت انت اول مقابله، مقابله النادي الرياضي الساحلي وقت اللي انتصرنا وخذينا ليكار كما قال سي فوزي، اون بيان جيري نوتر شامبيونا، وفي الاخر اون جيري الكالندري نتاعنا وقت اللي خذينا ليكار. المنافسين نتاعنا في المقابلات ما ربحناهمش ما خسرناش، خليناهم ديما ورانا، وما ننساوش اللي فما دي كونفرونتاسيون في بعضهم، الواحد يلزم يلعب ذكاء، وهذاك اللي صار الحمد لله ربي وفقنا بجمهورنا بالاراده نتاعنا الحمد لله. التاثير العضو الجامعي ما عنده حتى دخل، لانه حسين الناس كل تحكي عليه، حسين مش اليوم في الجامعه، عنده سنوات علاش سنين النجم الرياضي الساحلي المرتبه الاولى، ولينا نحكيو على حسين. فما اعضاء جامعه كانوا موجودين نجم يعاونوا جمعيتهم، كما قلت انت الاولاد خدمنا برشا على الكوتي مونتال والحمد لله ربي وفقنا. ماهيش اول بطوله النجم الرياضي الساحلي يفوز بها، لكنها مهمه في تاريخ النادي بعد الصعوبات اللي تعدى بها والديسيبسيون، مبروك عليهم نفرحوا، وبعد فما وقت نخموا، لانه العام الجاي فما تحديات جديده كما تشامبيونز ليج، وانت مش دافع على اللقب بتاعك والحمد لله.